الآن الكلمة لقوى الكفاح المسلح رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس. فريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي، زملائي أعضاء المجلس السيادي الحاليين والسابقين، السيد وزير خارجية جمهورية جنوب السودان الأستاذ ميك دينغ، الزملاء والزميلات قادة القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح والمدنية والمهنية، السادة وسيدات أعداء السلك الدبلوماسي المتمدين في الخرطوم، التحية لكم جميعا، وعبركم التحية للشعب السوداني العبي. السادة والسيدات الحضور الكريم، إن التوقيع اليوم على الاتفاق الإطاري حدث عظيم في تاريخ السودان، ويشكل فتحا جديدا لمستقبل السودان نحو التحول الديمقراطي المنشود. ونحن في الجبهة الثورية السودانية كنا سباقين للمساهمة الفائلة والجادة لإخراج بلادنا إلى بر الأمان، ولم ندخر وقتا إلا وكرسناها لابتداء حلول. فكانت مبادرة الجبهة الثورية السودانية المعنونة باسم السودان أولا، والتي وضعنا فيها جملة من الأفكار وقارت الطريق لحل الأزمة السياسية الراهنة، ووجدت مبادرتنا الاستجابة من طيف واسع من القوى السياسية، وما حوته المبادرة أصبح أساس للاتفاق الإطاري ومسودة الإعلان الدستوري الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وكنا حضورا مشاركين فاعلين في الورشة وفي كل العمل الذي أنتج المسودة، وقلنا من وقت مبكر إن هذه المسودة تصلح أن تكون أساس يبنى عليه عبر حوار وطني يضم أطراف الأزمة. ولم نستنصر لمبادرتنا، بل انحزنا بوعي إلى الخط الذي ينقص بلادنا ويحقق الأمن والاستقرار. أنا وكل زملائي في الجبهة الثورية السودانية مستعدون للانقراض فورا في عملية الحوار من أجل بلادنا ومستقبل أبنائنا وبناتنا. السادة والسيدات الحضور الكريم، إن الاتفاق الإطاري حدد بوضوح المبادئ العامة التي تحدد ملامح وشكل وطبيعة الدولة
وكذلك محام إدارة الفترة الانتقالية وكيفية اختيار رئيس الوزراء وحكومته، وحدد كذلك قضايا الاتفاق النهائي التي تشتمل على الآتي: أولاً تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال عملية السلام. لقد تم التأكيد في كل الوثائق بأن اتفاق جوبا جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري، وذلك تأكيداً على المحافظة على المكتسبات التي حققها الاتفاق لأصحاب المصلحة في مناطق النزاع وبقية خليج السودان، ولكي تكتمل عملية السلام لا بد من استكمالها مع الحركة الشعبية قيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة وجيش تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. ومن هنا أدعوهم إلى اللحاق بركب السلام، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا. ثانياً، العدالة والعدالة الانتقالية، وهذه قضية محورية وأساسية، وهي إحدى أهم شعارات الثورة وترسيخ مبدأ العدالة. وترسيخ مبدأ العدالة ضروري لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ثالثاً، الإصلاح الأمني والعسكري، وذلك قبل ترتيبات يتفق عليها توصلنا إلى جيش وطني واحد ذو عقيدة قتالية واحدة تتمثل في حفظ أمن المواطنين وسيادة البلاد. رابعاً، تفكيك نظام 30 يونيو، وذلك عبر إجراءات قانونية سليمة تستلزم سيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. خامساً، الالتزام بحل قضية شرق السودان، ونحن نرى ضرورة عدم تقييد أهل الشرق من المشاركة السياسية، وكذلك نرى أن اتفاق مسار شرق السودان حقق مكاسب كبيرة لكل أهل الإقليم يمكن البناء عليها لتحقيق آمال وتطلعات مواطني شرق السودان. السادة والسيدات الضيوف الكرام، أود في ختام كلمتي أن أتوجه برسائل خاصة إلى عدد من الجهات. الرسالة الأولى للشعب السوداني وقواه السياسية والثورية الحية، وأقول إن هذا الاتفاق يستحق الدعم والتأييد لأنه يفتح الطريق لحوار وطني شفاف يحقق كل أهداف سعيدة. الرسالة الثانية إلى المجتمع الدولي، إن بلادنا مرت بحقب علاقتها مع المجتمع الدولي كانت ليست على ما يرام، وإن ثورة ديسمبر المجيدة فتحت الطريق لاندماج بلادنا مع المجتمع الدولي. واليوم بعد التوقيع على هذا الاتفاق، فإن بلادنا تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي من أجل إنجاح العملية السياسية وكذلك مساعدتها
لتجاوز المسائب الاقتصادية التي تواجهه شعبنا. الرسالة الثالثة للقوى السياسية التي لم تندم للتوقيع لحاز الاتفاق المبدئي، أقول لهم إنه ما زال هنالك متسع لكي نجلس جميعاً لنتحاور للتحاور والتشاور لإنتاج مقاربة سودانية تنقذ بلادنا وتحقق الاستقرار لشعبنا. الرسالة الأخيرة لكل شباب وشابات بلادي، أقول حان الوقت لتشمير السواعد من أجل التعمير والبناء. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.